السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا والأم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم عبارة عن حواشات مكونات اليوم بساطين، والطريقة تحضر اللي هي سهلة وبسيطة. كيجيو شاشين وكيجيو لدادين في المذاق ديالهم، والشكل ديالهم كيجي راقي كما عودتكم ديما بالأشياء السهلة والبسيطة. كنحضروا الأشياء اللي هي سهلة في التحضير ديالها وبسيطة في المكونات ديالها، وكتجي راقية في الشكل ديالها. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبكم المحتوى ديالو من طبيعة الحال، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا لي الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. واللي باقي ما مشترك في القناة من الناس اللي يلا التحقوا بالعائلة ديالنا في اليوتيوب، ما تنسوش تشتركوا في القناة. على بركة الله ندوزوا المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة لأول حاجة غنبداو بها، ناخدو بول كنضيفو فيه قبيصة من الملحة مع إضافة بيضة، صاشي من الفاني، كاس من السكر حبيبات. كناخدو الخلاط اليدوي وكنحركو هاد المكونات جيدا حتى ينسجمو ليا مع بعضهم البيضة مع السكر حبيبات. في هاد الأثناء كنضيفو كاس إلا ربع من الزيت مع التحريك المستمر حتى ينسجمو ليا، وكنضيفو عليهم كاس من الحليب. انتوما كتلاحظو معايا كنبقى مستمرة في التحريك حتى ينسجمو ليا المكونات مع بعضهم، ونتأكد بلي أن الحبيبات ديال السكر مبقاوش عندي نهائيا. كنضيف كاس من الكوك او جوز الهند. في هذه الاثناء من بعد ما ضفت كاس من جوز الهند كنضيفه 400 غرام من السميده الرقيقه، السميده اللي كنعملوا بها الحاشه كما كتلاحظوا معايا. ضفت نصف الكميه ديال السميده، كنضيف عليها 2 اكياس من خميره الحلويات. كندخلوا هذه الكميه الاولى ديال السميده حتى تنسجم ليا مع السوائل. في هذه الأثناء كنضيفوا الكمية الثانية ديال السميدة، 400 غرام فقط ديال السميدة رقيقة. بالنسبة لهذه المرحلة ممكن أنكم تخلطوا السميدة باليد ديالكم، أنا استمريت هكا بالخلاط اليدوي حتى جمع لي الخليط. خليته 5 دقائق جانبا حتى تاح لي 5 دقائق. في هذه الأثناء غندوزو باش نشكلوه. في هاد الاثناء كناخذوا نصف كاس من الكوك ونصف كاس من السميده الرقيقه، كنشكلوا هاد، كناخذوا اللاطه اللي كنفرشوا فيها ورق ديال الطبخ او ندهنوها بشويه ديال الزيت. كناخذوا السميده العجينه ديال السميده ديال الحاشه كنشكلوها هكا على شكل حيبلات صغار، وكنفندوها في الكوك والسميده اللي خلطناهم مع بعضهم. كنحطوها في اللاطه اللي كتدخل الفرن بهذا الشكل. كنبقى مستمره حتى نعمر اللاطه كلها اللي عندي. كناخذو من العجينه كنعملوها حيبلات بهذا الشكل، المنظر ديالها كيجي راقي. وبالنسبه للمذاق البنات صدقوني الا جربتوهم هتوليو معتمدين عليكم عندكم عفوا، وعيجيوكم لذادين بزاف. المكونات اللي هما بساطين كما لاحظتوا معايا كنخرجوا حاجات اللي هما لذادين في المذاق ديالهم. انا نبقى مستمره هكا بهذا الشكل حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي. نتوما ممكن انكم مباشره انكم كتشكلوا في الحيشات ديالكم وانتوما كتعملوا ثقب باكم الوسط. انا لان التصوير فضلت انني حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي عاد نعمل هذاك الثقب من الوسط. هانتوما كتلاحظوا معايا من بعد ما ساليت الكميه كلها اللي عندي، كما قلت لكم في هذه المرحله انا كناخذ السكين وكنبقاو نعملو هكا ثقب من الوسط على شكل طولي بهذا الشكل. نتوما البنات من الاحسن انكم اي حيبله عملتوها ديال الحاشه اعملوا مباشره ثقب من الوسط. كما كتعرفوا التصوير كيشد اليد، هذاك الشيء باش فضلت انا حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي ديال الحاشه عاد نعمل هذه المرحله. كنبقى مستمرة بهاد الطريقة كما كتلاحظوا معايا حتى نسالي الكمية كلها. ممكن انكم تضغطوا بسكين، ممكن انكم تاخدوا على الاصبع ديالكم وتبقاو تضغطوا بهذا الشكل. وحنا كنضغطوا كنحاولوا اننا يبقى الشكل ديال الحاشة محتفظ على شكل طولي. في هاد الاثناء كنسخنوا الفرن. بالنسبة للفرن كتكون عافية مهيلة، الا بغيتوا الحاشات ديالكم يتشقوا بقوهم العافية تكون من الفوق حتى يتشقوا لينا عاد نشعلوا العافية من التحت.
انا فضلت انهم يتشقوا الا ما بغيتوش البنات يتشقوا لكم هاد الحاجات، كتخليهم مباشره الفوق وتكون العافيه من التحت حتى يطيبوا لينا عفوا من التحت، عاد كنشعلوا عليهم النار من الفوق. من بعد ما كيوصلوا ليا نصف الطيبه كنخرجوهم من الفرن وكنعاود نطاسي بالسكين بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا باش نلقى فين نزين بالشوكولات. انتوما كتلاحظوا معايا من بعد ما طابوا ليا الشكل ديالهم كيجي راقي والمذاق ديالهم كيجي لذيذ. كنزينهم انا، كتزين كيبقى على حساب الاختيار، ممكن تزينهم بلاصوص كراميل، ممكن تزينهم بالشوكولات، كيبقى تزين على حساب الاختيار ديالكم. انا فضلت انني ندوب الشوكولات بهذا الشكل ونزينهم فهاد الثقوب اللي عملتهم معكم الوسط، وكيجي الشكل ديالهم راقي وكيستحقوا الجايبه كما كتلاحظوا معايا. الحيشات كيجيو معلكين وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوها البنات. ما تنساوش الا جربتوه تكتبوا ليا في كومونتير وتوصلوا ليا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وتبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. بسلامة عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامة.